في برنامج تهلك بلا ما تهلك غادي يتكلموا دابا على الروايه ديال الطوموبيله، ولكن راهم نساو ديال السكور. المغرب معروف في العالم بالثروه السمكيه ديالو، بالفواكه، بالخضار، بالجمال ديال الطبيعه ديالو، ولكن للاسف معروف حتى بالحوادث السير ديالو. اليوم اختارينا نتكلموا على الرويده والبنو، موضوع ديالنا اليوم. اختارينا هذا الموضوع هذا لان الاحصائيات ديال 2009 غادي تعطينا تقريبا 64,000 حادثه سير، وغادي تخلف 4,000 قتيل، يعني حرب بمعنى الكلمه. إلا قلبنا على السبب ديال هاد الحوادث السير غنلقاها مختلفة ومتنوعة، من السائق، من الحالة الميكانيكية، الحالة ديال الطريق، وما نساوش البنوات ديال الطوموبيله اللي كنساوهم نهائيا. نتكلموا عليهم، هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. وعدد كبير من هاد الحوادث ديال السير السبب ديالهم البنوات، إذا نتكلموا عليهم دابا. هنا غادي نشوفوا الوجه ديال البنو بحالة جيدة، هنا البنو ما بقاش بحالة جيدة، كله تلحس. شنو غادي يوقع ليا؟ بحال الشكل ديال الرويده ديال الطوموبيله الا كانت ملحوسه، يعني الا بغيت نوقف قدام الكاميرا ما غيمكنش ليا، وهنا الله يحفظ غنسبب في خطر. وفي هذه الحاله لو بغينا نتكلموا بالارقام غيمكن ليا على حسب السرعه نفوت البلاصه اللي خصني نوقف بها ب 3 متر، يعني ابتداء من 3 متر 10 متر الى اخره. كاينين الحريفيه اللي كيسوقوا الطوموبيل كيقول لك اودي خانوا البنو، ولكن حنا كنقولوا هو اللي خان البنو، لان خاص المراقبه. البنو راه في بلاصتو حنا اللي كنسوقوا، اذا المراقبه. مثلا كاين الناس كيقول لك اودي انايا البنو ديالي مزيان، كنشوف فيه مزيان، ولكن الميكانيكي قال لي نبدلو. علاش؟ بصح كتشوف البنو من الجهه ديالك متفقين باين بانه باقي جديد، ولكن الا دخلنا الجهه الاخرى ديال البنو اللي داخله في الطوموبيله غنلقاو بانه كله موكول. وهنا كنتكلموا دائما على المراقبه. مثلا الا كان الباراليليزم او ليكيليبراج ما مصوب في ديك الطوموبيله، راه البنو غيتكال من الداخل وانت ما غتشوفوش. ولا ما راقبتش النفس ديال الرويده ديال البنو، يعني الضغط ديالها، راه الرويده كل شهر كتنقص تقريبا ما بين 200 حتى 300 غرام. اذا ولا بدا مره في الشهر نفخ الرويد، ملي كيتفشوا اذا كيغلاضوا، ولا غلاضوا كيقيسوا الحديد ديال الطوموبيله، ها هما تكالوا من الداخل وانا ما شفت والو. اذا نحاولوا ما امكن كلنا نحاولوا نقصوا من حوادث السير، وهكذا المغرب غيولي معروف بالطبيعه وبكل حاجه زوينه في البلاد ديالنا. الروايد ديال الطوموبيله البنوات كيتبدلوا على حسب المحترفين كل 80 حتى 100 الف كيلومتر، ولكن على حسب واش كيسوق في البيست في الباديه او لا في المدينه، واش كيهز ثقل او لا. على كل حال نراقب السياره ديالي، وهذا الشيء كله اللي قلته راه غير باش تستهلك.